احنا حربت معاك يا سهام وحربت كمان مع الساده المشاهدين. ارقام مهمه بس كنا عايزين ارقام طبعا مهمه، وانا حربت الجزئيه اللي اتكلمت عليها، تالق محمد شريف في مركز راس الحربه. انا في رايي ده كان انعكاس او انعكاس تالق محمد صلاح على تحركات محمد شريف. مفيش شك ان مصطفى محمد من رؤوس الحربه الكبار جدا، عنده مستقبل كبير جدا، بيقدم مستويات اكتر من رائعه. لكن اتكلمنا في جزئيه ان محمد شريف النهارده اثبت، وادى كمان اللي يعني على المستوى التكتيكي ادى حريه لمحمد صلاح بشكل كبير. هنشوف الجون اللي هو محمد شريف عمل اسيست لمحمد صلاح، كان فين متواجد محمد صلاح؟ محمد صلاح يمكن مباراة كينيا كان مربوط شوية بالخط، مش قادر يخش لجوه كعادته مع ليفربول. النهارده تحركات وقفشة كمان، لا هنيجي يعني القفشة، لكن انا بتكلم على محمد صلاح، العلاقة ما بين محمد صلاح ومحمد شريف. العلاقة دي النهارده كانت أكتر من رائعة، كانت سبب واضح إن محمد صلاح أولا استلم كرة كتير جدا. محمد صلاح جاب هدفين، والهدفين اللي جابهم محمد صلاح من جوه ال 18 في مركز بوزيشن راس الحربة، لأن محمد شريف في الاسيست اللي عمله كان تقريبا بيلعب ناحيه الشمال، عمل له كره اسيست اكتر من رائعه. فعايز اقول ان اريحيه محمد صلاح النهارده في التالق كان سببها او جزء شكل تكتيكي شريف. من محمد شريف اللي اتحرك بتحركات، كان بينزل لتحت كتير جدا، وعشان محمد صلاح بيخش لجوه كعادته مع ليفربول. فمحمد صلاح لقى التكتيك المناسب بالنسبه له، او راس الحربه اللي شايف ان هو ممكن جدا يكون في تفاهم كبير جدا ما بينه وما بين محمد شريف في خلق المساحات. خلي المساحات ده مهم جدا لمحمد صلاح عشان يسجل، والنهارده شفنا وده كده، وده اللي اترجم لنتيجه. صحيح صحيح، ده اللي اترجم لنتيجه، وزي ما شفنا يعني كمان محمد صلاح كان بيلعب بقوه. يعني بعد الانتقادات في المباراه اللي فاتت، محمد صلاح اصله ما بيديش القوه اللازمه، اصل بيرفع رجليه، النهارده محمد صلاح عشان خد المساحه اللي يقدر يتحرك فيها بشكل كبير جدا. لا عنده قوه في الاداء، عنده سرعات، بيستغل مهاراته في تسجيل الاهداف. وعايزين كمان لما محمد صلاح كمان بعيد تماما عن موضوع الشاره ديت، شفته بكل شياكه لما كان تغيير، طبعا تغيير عمرو السوليه. خلاص الموضوع بقى مش عايزين نفتحه تاني يا جماعه بصراحه، لان الموضوع خد اكتر من حجمه. خلاص الموضوع بالادميه، عمرو السوليه كان متواجد ككابتن فرقه، الادميه بعد ما خرج السوليه سلم الشاره لمحمد صلاح بكل شياكه، والمشكلة انتهت. مش عايزين بقى نسير تاني موضوع الشارة، أصل محمد خلاص الموضوع اتقفل، الآدمية موجودة، موجود لو كان موجود حجازي هيبقى الكابتن، يبقى عمرو السولية، يبقى النني، يبقى محمد صلاح يمكن كمان قبل النني. فعايزين نقول الموضوع ده خلاص اتقفل تماما. منتخب مصر النهاردة بيأدي في الشوط الأولاني شوط رائع على مستوى الأداء، تاني الشوط التاني يمكن بقى التغييرات، الكابتن حسام البدري حب يشوف بعض العناصر الجديده، محمد فاروق نزل، مصطفى فتحي نزل، فيمكن الاداء قل شويه على مستوى التهديف، على مستوى السيطره، ويمكن جزر القمر خلقت بعض الفرص. لكن اجماليا زي ما بيقول النهارده مباراه تحسب للكابتن حسام البدري طبعاً، انها مباراه على مستوى الاداء في الشوط الاولاني كانت اداء جيد جدا، وخرجنا بايجابيات كثيره جدا من هذه المباراه. انا في وجهه نظري الشخصيه اهم هذه الايجابيات كان التفاهم الواضح ما بين محمد صلاح، ما بين محمد شريف، ما بين قفشه، وما بين محمد صلاح كمان، كان شيء اكتر من رائع هذا التفاهم. ان شاء الله باذن الله دي خطوه للامام، زي ما بقول لحضراتكم وبقول لك يا سئام، قفلنا خلاص ملف امم افريقيا، بنستعد لمباريات مختلفه على مستوى الخصم، على مستوى التصفيات، لانها تصفيات لكاس العالم. وبالتالي ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى ان شاء الله شخصيه منتخب مصر اللي ظهرت الشوط الاولاني تستمر ال 90 دقيقه، توضح هو ده بقى المهم بشكل جداً اكبر يعني. في المشوار المفروض الاصعب يعني صحيح بالنسبه صحيح للمنتخب طبعاً أكيد.